أكد الأمير السعودي سلطان بن خالد آل سعود أن السعودية لا تقبل إملاءات من أحد، وذلك تعليقا على تأجيل زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن واستقبال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي. وقال الأمير سلطان عبر حسابه على تويتر: إن السعودية تؤجل زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمملكة وفي نفس الوقت تستقبل رئيس الشؤون الدولية بالدوما الروسي، مضيفا أن السعودية العظمى لا تقبل إملاءات من أحد وتتعاون وفق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الخميس رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي في قصر نيوم، حيث جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس. كانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أعلنت إرجاء زيارة وزير الدفاع لويد أوستن إلى السعودية التي كانت مقررة يوم الخميس ضمن جولته بالمنطقة بسبب مسائل تتعلق بالجدول الزمني. وردا على سؤال أحد الصحفيين عن التدورات التي حدثت على خطة زيارته للسعودية وعما إذا كانت الزيارة قد تأجلت أو ألغيت، قال أوستن: دعنا نقول تأجلت. وأضاف: ليس لدينا موعد محدد لزيارة متابعة، ولكن مرة أخرى قمنا بتجميع هذه الرحلة معا في وقت قصير جدا. السعوديون لديهم بعض المشاكل المتعلقة بالجدولة، وكما تعلمون لا يمكن التحدث عما كانت بالضبط. وتابع أوستن: ما سأقوله هو أن السعوديين حليف أساسي لنا، لدينا مصالح مشتركة في المنطقة، لقد عملنا معا على حل القضايا الصعبة وسنواصل القيام بذلك في المستقبل، وأنا أتطلع إلى العودة للزيارة في وقت ما في المستقبل القريب.